السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت بس عاوز أوجه نصيحة مع حضرتك لكل مغترب. الآن العملة زادت أسعارها كتير وما فيش واحد مغترب لما ليه إيجار وليه حد ما يقربه ظروفه صعبة. فلو يتخصص لو 100 ريال أو 100 درهم أو كده، هذا المبلغ كويس جدا. فنصيحة من عند حضرتك ليك مشاهدين كتير جدا إن يفعلها، يعني لو شيء بسيط بس كل شهر لكل واحد له دار أو غريب أو يتيم. أخوكم الفاضل جزاه الله خيرا يحض المؤمنين على الصدقة، وقد قال تعالى ولا تحضون على طعام المسكين، فهو يحض إخوانه على الصدقة ويخص العاملين بالخارج. فمائة ريال فقط تعادل الآن 1700 جنيه أو 1600 جنيه، تقيم أسرة في مصر، أسرة من فرد وفرد مثلا وزوجته ممكن يعني تقريبا، أو إذا أضيف إليها شيء من آخر تمشي الأسرة، ولا الأسرة الآن لا يكفيها أقل تقدير 3000 جنيه مع واحد وزوجته. فأخوكم والله يوفقنا وإياه يستحث إخوانه العاملين في الخارج. إن كنت في أوروبا والذنوب تلاحقك ليل نهار، $100 تكفي أسرة، $100 تكفي أسرة. في دولة من دول الخليج 100 ريال ستقيم على الأقل نصف أمر أسرة. يعني وما يفعل من خير فلن يكفروه، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وفي الحديث فمن يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فليت الإخوة يسمعوا كلام الأخ السائل والأخ المذكر، وفقه الله لكل خير.